السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بالتلاميذ ديالنا ديال الأولى بكالوريا اللي عندهم الكتاب ديال تيكت تو انجلش. إذن the first unit is about education. Education اللي هي التعليم. So before we read, we will discuss with our partners the following questions. يعني قبل ما نقرأ ونشوفوا بعد هاد الأسئلة هادو نناقشوها بيناتنا. Who are better at languages, boys or girls؟ دائما ملي تلقى واحد السؤال فيه هو عرف بأنك راك تتبحث على شخص ولا أشخاص. Who are better أحسن at languages فيما يخص اللغات؟ شكون اللي في نظرك أنت تكون أحسن؟ واش هما الأبناء يعني الذكور ولا الإناث؟ صافي؟ Boys or girls؟ يعني ما أنا بعدا شخصياً تيبانوا لي ربما يكونوا في حال. Who are better at mathematics and physics؟ في المات، في الفيزيك، يعني في الرياضيات، في الفيزياء، شكون اللي في نظرك اللي تيبان لك أحسن؟ Who are more disciplined in school؟ هنا لا ديسيبلين، يعني أنه شكون اللي تيكون يعني ملتزم ب نقولوا حنايا القانون الداخلي ديال المؤسسة. تنظن أنا بعدا كأستاذ تنظن بأن البنات تيكونوا more disciplined than boys. So here, for C, I think, personally speaking, that girls are more disciplined in schools than boys. هذا ما تعنيش أن الدراري كاملين، الدراري تاهما فيهم واحد النسبة كبيرة اللي تيكونوا ديسيبليني. Who participate more in classroom activities؟ شكون اللي هو تيشارك في القسم أكثر في نظركم نتوما؟ حتى بالنسبه للمشاركه تنظن بان البنات غيكونوا اكثر، لان البنات تيردوا البال هادشي ديال المشاركه وهذا، والدراري يعني اقل، واخا تيكون عارف ما تيبغيش يهضر وهذا الى اخره. واخا نتوما ديك الساعه غادي تشوفوا بيناتكم شنو اللي بان لكم في هاد الامور هادو. So now we will read the text. Do girls do better than boys at school؟ واش البنات احسن من الاولاد في القرايه؟ حنا غنشوفوا. While I was growing up، so someone is talking here، تيقول لك ملي كنت انا صغير، I myself انا براسي heard سمعت a lot about boys doing better than girls in school. صافي، كان تيسمع بزاف بان الاولاد كانوا احسن من البنات، وفعلا حتى انا من هاد الجينيراسيون ديال هاد السيد هذا، الجينيراسيون ديال السبعينات، كنا تنكونوا تيكونوا عندنا في الاقسام، ولا حنا ملي كنا تلامد كنا الاولاد تيكونوا تيقراو احسن من البنات في الاقسام. girls participated تيشاركوا less، البنات كانوا تيشاركوا اقل than boys in class في القسم. I read somewhere في شي بلاصه قرا هذا الشيء، maybe ربما that explained هذا يشرح why they showed less grasp of importance concepts on some tests. صافي، كان ديك الساعه يعني البنات ما تيركزوش ولا ما تيردوش البال مع لي تيست، يعني مع الاختبارات والامتحانات بحال الاولاد. perhaps ربما the problem المشكل was the teachers and parents، ربما المشكل كان ان الاساتذه والاباء had lower expectations of girls mathematics and science ability. كانوا تيظنوا الاباء والاساتذه كانوا تيظنوا بان ولا تينتظروا اقل من البنات، خصوصا في الماط والسيونس. صافي، تيقول لك مثلا الماط ديال الاولاد، السيونس ديال الاولاد، الفيزيك ديال الاولاد، هذا الشيء اللي كنا تنظنوا شحال هذه فعلا ability هي القدره، and didn't encourage girls as much، وما كانوش تيشجعوا البنات بزاف. or maybe راه maybe هي perhaps، هي maybe و perhaps راه في حال يعني وربما. صافي، it was gender stereotypes. هاد gender stereotypes هي ديك النظره الدونيه ديال المجتمع للبنت. صافي، اللي كانت دابا تنظن ما انقرضت ما بقاتش، which made girls want to focus. هذيك النظره خلات البنات يركزوا اكثر على their body، على المظهر ديالهم، ان البنت خصها يعني بالدارجه انها خصها تكون تبان بمظهر جيد باش تزوج وصافي. body rather than their brain، وما كانوش يركزوا على العقول ديالهم. in order to be more attractive to boys something was going wrong for girls. شي حاجه كان فيها المشكل مع البنات ديك الساعه. anyway everyone agreed on that. كل شيء كان تيقول بان راه كاين شي مشكل هنايا.
But when I went to university, ملي مشى هو يقرا في اليونيفرسيتي ولا في لافاك, most of my fellow mathematics students were women. هو كان يقرا المات ولقى بان الاغلبيه اللي كانوا يقراوا معاه راهم بنات. I went to a statistics school, مشى يقرا statistics, and again it was mostly women, ولقى بان معاه الاغلبيه معاه بنات. In fact, these days, في هاد الايام هادو على ما عرفتش انا وقتاش تيهضر, ربما تيهضر على البدايه ديال الالفيه الثالثه ولا هذا. These days 57%, هذه قراوة بيرسان يعني في المئة, of university students are women. دابا راه 57% ديال الناس اللي تيقراو في اليونيفرسيتي في الجامعة هما راهم بنات, ربما أكثر. And most bachelor's degree, the bachelor degree هي الإجازة عندنا حنا في المغرب, being awarded nationwide, nationwide يعني في المغرب كامل, go to women, ماشي هو ربما تيهضرش على المغرب ولكن تيقول لك في البلاد كاملة, go to women. That may now be true of master's degree as well, تعرف تيقول لك حتى في الماستر. If the trend continues, يعني لمشت الأمور هكذا, in just a few more years, في خلال يعني سنوات قليلة, doctorates and professional degrees will also go to more women. حتى الناس اللي غيبقاو ياخذوا دكتوراه صافي غادي يكونوا حتى هما بزاف منهم نساء. واخا here we will, which sentence summarizes best the ideas in each paragraph. في كل باراغراف عندنا واحد الجملة هي اللي بحال تعطينا لي دي جينيرال, اللي تعطينا الفكرة العامة على شنو واقع في ديك الباراغراف. باراغراف 1, something was wrong, was going wrong with girls anyway. حاجة كانت شي مشكل كانت تمايا بالنسبة للبنات. في الثانية, in fact these days 57% of university students are women. وفي الثالثة, we have younger boys and girls also show differences إلى آخره. هذه هي الجملة الأولى اللي عندنا في الثالثة. Now decide if these sentences are true or false and justify your choice. هنا نشوفوا واش هذه الجملة هذه صحيحة ولا خاطئة. إذا كانت صحيحة نديروا لها true, إذا كانت خاطئة نديروا لها false, and we will justify our choices according to the writer. لان هذا الشيء كله حسب هذا السيد هذا, راه ما تعطيناش هذا الشيء منين جابه, هو راه غير هذو امور شخصيه ديالو. According to the writer, in the past, في الماضي, boys did better than girls especially at math and science. قال لك بان الاولاد كانوا احسن من البنات في الماط وفي السيونس. فعلا هذا الشيء اللي قال هو. الثانيه, at university, في الكليه, there are more boys than girls nowadays. Nowadays في هذه الايام, there are, هناك more boys, الاولاد اكثر من البنات. لا ماشي هادشي هو, قال لك العكس, قال لك راه البنات اللي كانوا اكثر من الاولاد. وقال لك عاوتاني في سي, in 4th grade, 8th grade and 12th grades girls do better than boys at writing and reading. فعلا هادشي اللي قالنا هو it's true. Now we'll answer the following questions about the text. Why هي لماذا, يعني شي واحد اللي تيقول لك why, you should give him or her a reason, خصك تعطيه سبب. تيقول لك why, علاش انت هنا, why are you here, اعطيه سبب. I'm here because I want to talk to you, لا الى اخره صافي. Why did يعني في الماضي, girls show less grasp of important concepts in some tests. علاش كانوا البنات ماشي يعني ماشي يعطيوش واحد الاهميه كبيره نقولوا حنا للدراسه ديالهم من قبل. ثانيه, why did girls focus more on their body. علاش البنات كانوا تيركزوا بزاف على الهيئه الجسم ديالهم اكثر من الدماغ ديالهم, لان في ديك الساعه كانت النظره ديال المجتمع ولا the whole society يعني نقولوا there was a stereotype about girls. هاد stereotyping shows that girls were just to be married and give birth to children and not to study and continue their studies. فهم who gets more master's degree nowadays, men or women. شكون اللي ياخذ الماسترات بزاف دابا, واش البنات ولا الاولاد؟ تنظن women do more. Which educational system do you think this text is about. اذا هنايا هما تيسولوا, قال لك يعني في نظرك علاه ما تيهضروا هنا. انايا I think that he's talking about the Moroccan educational system, على انه تيهضر على المغرب. واش مفهوم؟ في الصفحه 12 عندها vocabulary. We will complete the map. We have a map here. Map راهي خريطة below with verbs related to schooling. صافي بواحد الأفعال
عندها علاقه بالدراسه بالتدريس. حنا ما نديروش غير افعال، حنا نديرو كلمات صافي. education education هذه هاد الطريقه هذه راه زوينه ملي تديرها when you want to write a piece of writing. ملي تبغي تكتب مثلا writing هذه زوينه تدير مثلا هاد writing علاش على education، تكتب education هنا وتدير واحد الخطوط وكذا وتتكتب اي حاجه انت تتعرفها عندها علاقه بالتعليم. مثلا انا كتبت هنايا teachers students educational system classes degrees diploma grades marks succeed fail primary secondary schools. تكتب هادشي كامل عاد تاخذ منهم انت هذاك الشيء اللي غادي تستعمله ولا تلقاه appropriate to for the writing that you are dealing with. واش مفهوم؟ من بعد عاد تختار انت هذاك الشيء اللي غيكون بالنسبه لك انت صالح وداك الشيء اللي ما صالحش تحيدو. واش مفهوم؟ Now choose the appropriate words. We have some words here from the list to complete the paragraph. عندنا paragraph وحنا هاد الكلمات غنديرهم في بلاصتهم. مثلا هنا degree هي ملي تتاخذ انت واحد نفترضوا حنايا مشيتي تقرا في لونيفرس مثلا البكالوريا. بكالوريا is the baccalaureate is a degree هو واحد الشهاده صافي شهاده. scholarship الناس ملي تيمشيو يقراو في الكليه خصوصا في دول وحده اخرى الكليه تراهم بالفلوس يعني تتخلص. ولكن إذا كانت عندك منحة اللي هي scholarship you won't pay anything you will study for free صافي. إذا كانت عندك عطاوك scholarship هذا أن عطاوك منحة دراسية ما تخلص تريال. to graduate هو من اللي تتنجح مثلا في الجامعة قريتي 3 سنين الأولانية ونجحتي يعني you've graduated راك نتايا نجحتي صافي. Abroad هي خارج أرض الوطن. Abroad there are lots of countries abroad. For instance for us like France for instance is abroad, Switzerland is abroad, Germany is abroad إلى آخره. Research هي بحثون هي research. واخا at the end of this year في الأخر ديال هذه السنة ليلى سوف هاد will هذه تتعني يعني في المستقبل she will graduate غاديه تاخذ الشهاده ديالها تنجح صافي وتاخذ الشهاده ديالها from high school من الثانويه يعني انها تاخذ البكالوريوس ديجري and get her degree تاخذ واحد ديجري شهاده in plastic arts هي تقرا plastic arts الفنون. As she is a very ambitious girl بما انها طموحة جدا. She is thinking of going. هي تفكر of going abroad. هي بغات تمشي تكمل قرايتها في الخارج. To carry on هي to continue باش تكمل her higher studies. Higher studies هما الدراسات العليا يعني في university and be able to conduct وتكون تولي قادرة to conduct more research تكون قادرة أنها تدير أبحاث كثيرة because there are big libraries there يعني لأنها إلا مشات مثلا لفرنسا غتلقى بطبيعة الحال في فرنسا راه كاينين مكتبات مع متعددة يمكن لك تاخذ منهم تكتوبة و resources to make يعني lots of researches. She knows هي تعلم that it is very expensive to study in foreign country. هي تتعرف بأن القراية في الخارج راها تسوى الفلوس يعني خصها بزاف ديال الفلوس. So she will try to قال لي هذا غادي هي غتحاول تاخذ شنو قلنا الا بغيتي تقرا فابور a scholarship منحه دراسيه to cover her expenses. مزيان. Find the correct word or phrase for the given definition. حنا هنا عندنا the definition صافي تعريفات وحنا غنقلبوا على الكلمه. مثلا the time between lessons تتقرا من 8 ونص ل 9 ونص وشنو فين تتخرج ديك الساعة تيعطيوك a break تيعطيوك واحد الاستراحة. الاستراحة هي break. A table that shows when lessons begin and end هذاك لومبلوا دو طون اللي تتعرف نتايا وقتاش غتدخل وقتاش غتخرج عندما تخرج رقم القاعة إلى آخره تيتسمى a time table emploi du temps. The place where students play during recreation time فين الدراري التلام تيخرجوا يلعبوا حقا لا يلعبوا. هذا بالنسبه للبرايمري سكول والسكندري سكول. اما سميتو فين تيخرجوا يتمشاو يهضروا هذا during break. The break هي courtyard هي الساحه. A set of sheets of paper on which you copy your lessons
واحد المجموعه ديال الاوراق اللي انت تتكتب فيها الدروس ديالك، هي نوت بوك دفتر، سمول باج فور يور بانز، صافي واحد الماكنه انت دير فيه انت يا السيلويات وهذا والاقلام، تيتسمى بانسل كيس. بانسل كيس هي المقلمه ديالنا حنايا، لا تخوس. The room where students conduct scientific experiments. فين تيديروا التلامذ اللي تيقراوا خصوصا في المواد العلميه، فين تيديروا الابحاث العلميه ولا التجارب العلميه، تتسمى laboratory.